إلى حضرة حبيبك سيدنا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخنا وسندنا عاشق الرسول الإمام محمد البوسويدي رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا أبي العباس المرسي رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا ياقوت الأرش رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا عاشق الرسول السيد محمد علوي المالكي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا السيد عباس علوي المالكي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وملجئنا عاشق الرسول الشيخ عبد القادر الكندوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرات سائر أولياء والصالحين قدس الله أسرارهم اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدارين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين رحمن بردقية مستمر بابا دعاجي الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والصبر المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس مضير اللهم يسر أسيرنا وسهل أمورنا واشف أمراضنا واقض هوائجنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.